مشاركته مباشرة مع مغارب نيوز وحملة تنشيطية أو حملة من أجل تحرير الملك العمومي بشارع الوحدة متواكية بالنسبة للسير والجولان. كذلك لا ننسى حضور الأمن الوطني وعدد من اللجان المختصة بهذا الشأن. هي بادرة طيبة وبادرة مزيانة بالنسبة لتحرير هذا الملك هذا اللي فعلا ولا كيشكل المقاطعة الثانية لمدينة المحمدية شارع الحرية بالقرب من السوق البلدي. السلام عليكم. ما عندنا غير نقولوا الا نشكروا المجهودات ديال السيده القائده على تحرير الملك العمومي اللي كيخلق واحد الفوضى وواحد الاكسيداد وواحد العرقله ديال السير والجولان على مستوى شارع الوحده اللي كيمثل واحد الشارع المهم اللي كيربط ما بين حي الحريه وحي درب مراكش. دونك كما كتلاحظوا كاين واحد المجهودات ديال السيده القائده كما قلت لكم، وهذا التحرير هذا اللي مشكوره السيده القائده عليه اللي كيمثل غيمثل واحد متنفس او تحرير او واحد سيوله ديال السير والجولان بالنسبه لهذا الشارع هذا، الشيء اللي كتحتاجه المدينه بزاف كاع. فيها فعلا تحرير الملك العمومي، مناطق اخرى ما كنشوفوهاش يعني بهذا الشكل هذا اللي كنشوفوه حاليا. دونك هذوك المناطق تما كيحتاجوا ما غاديش هذا تما كيحتاجوا واحد المجهودات من السلطات باش يتحاربوا. بحال مثلا في سعاده كاين واحد الشارع اللي كاع تحبس بمره والناس مضرين، لان تصوبيا الناس تما سكان، لان ذاك الحي تقطع بمره. هذه المساله ديال الاحتلال او قطع الطريق كاع بمره مساله اللي كتضر المواطنين. الاكتظاظ كيحتاجوا الباعه والمتجولين باش كيكون عندهم واحد الرواج، ولكن الباعه والمتجولين ما كيمنعش انهم يحترموا هذاك البيع والشراء ديالهم بواحد القانون مثلا، واحد الاحترام لواحد المعايير. بحال مثلا ما يجوش وسط الطريق، ما يفوتوش واحد التريطوار بواحد المسافه، يخليوا واحد سيوله للطريق، يخليوا سيوله للسيارات، يخليوا سيوله للناس، ما تكونش واحد الضجه اللي واحد الحوايج اللي كترجع على الساكنه بالضرر. علاش؟ لان كاين الناس محتاجه تستافد، كاين الناس محتاجه البديل، لان الناس اللي غادي تحرر واحد الملك وتحيد واحد الباعه متجولين من الطريق، راه خاصهم البديل، خاصهم محلات بواحد المعايير، واحد المعايير اللي تكون منطقيه. هنا يعني كتحمل المسؤوليه المجلس. المجلس كاين مناطق الباعه هادو اللي غادي تحيدهم من الطريق، خاصهم البديل. هذا الاشكال اللي هو مهم. هنا رئيس الجماعه شنو عطى المحمديه؟ اي دونك هنا خاص الرئيس هو اللي غيجاوبنا. والرئيس ما عمرو، انا بالنسبه لي الرئيس ما كيوضح ليناش، ما كيجاوبش، الله اعلم. ما هادشي نقدر نقول واحد القايد كان ناض صداع وحيد الشارع ديال الحريه كامل، بقى يشف في ديك البلاصه. واخا كان داك القائد منير كان ما كاينش عداش علينا بزاف، جاش هاد القايده هادي اخويا راه بزاف، راه سيطتني باربع شهور ديال الحبس وعندي الوراق وعندي كلشي، قسما بالله العلي العظيم. ودابا هي دابا حنا حيدنا من هنا. القانون والقانون ما كيخولش لاي شخص كيما بغى يكون نوعه على انه يحتل ملك عمومي ملك الجميع. صافي غنمشي وراه ما كاينش البديل اخويا. لا طارف بحق. ولكن خويا غادي شي 12 عام وما بغاش. خويا بغيت بلاش نور الدين بالله. بلاش والدراري الله يرحم الوالد. غندوي بنادم يدواز. والسوق اصاحبي كيموتوا فيها الناس. غندوي بنادم غيدواز. واخا نعطيو كلمه خليه. غندوي بنادم يدواز. انا متفق. بشكل شخصي. خويا انا داوي معك متفق معك في هذا الشيء، ولكن انت دابا كيتسوق علاش حنا بالضبط حيدنا من هنا؟ ياك وهذوك باين كيبيعوا كيشريوا، اذا حتى حنا يديروا لنا بلايص، حتى حنا خاصهم يعطيونا بلايص، ما يمكنش يعطيونا بلايص. جاوبني شان على هذا السؤال. يجاوبك الرئيس ديال الجماعه. راه هذا الرئيس ديال الجماعه ما عمرو شافنا،
في اي حاجه فين غنبيعوا دابا في نظرك انت؟ هما كلشي كيبيعوا كيقولك عندهم بلايصهم وحنا ما عندناش البلايص. حنا الاولاد هاد القنج حنا الاولين خاصهم يكونوا عندنا بلايص. ندورو المخير واقيلا نقلبوا لاكارت ما لقاوش عنده فيها المحمديه وكيبيع وكيشري. قسما بالله ما عنده لاكارت فيها المحمديه وكيبيع وكيشري ودابا وعدو بلايص نوري لك. وحنا راه الكروسه ما خرجاتش لينا، راه عيب، راه قسما بالله تعال. حنا كنطلبوا من هاد رئيس الجماعه اللي كتقول لنا الله يرحم ليه الوالدين يجي يدير معنا شي حل. الله يرحم ليه الوالدين، حنا شنطلبوه، حنا شنطلبوه الله يرحم ليه الوالدين يجي يدير معنا. ضعنا بزاف براه هذا اللي مشينا للحبس، الله يسمح لنا بزاف ديال الحوايج درناهم وكنا كنطلبوا الله. الله كتنفذ، حنا بغينا شي حل. هذا راه ماشي حل اليوم تجلوا علينا غدا نحطوا غدا ديروا لنا حل. راسو قبناو بناو واقيلا داروا بناو يديروا فيه الناس الزبل كيلوحوا فيها الزبل، يديروا لنا حل. حتى هذا المسؤول سوقنا مداشي دابا هذا غير يعني غير ضايع ديال ضايع ديال الفلوس. بغاو شوف هاد المسؤولين ملي بغاو يشفروا شفروا بهذه الطريقه هذه. نقول لك الصراحه وصلوا بهذه الطريقه، داروا لنا حنا عواسينه باش يدوزوا لهاد السوق هذا. نقول لك الصراحه دابا كتلقى الكلمة ديالهم هما، حنا راه عينا ما نهضروا وما بغاوش يتصنتوا لينا، حتى حنا راه معمرنا ما غنكونوا معاهم، حنا ضدهم. هادو الناس اللي كتحرق وكتموت في البحر، لقاو في هاد البلاد الخير غيمشيو يخليوه، راه ما كاينش الخير في هاد البلاد، كاين الشر. المسؤول اللي جا كيدير الشر، كيبني فينا الحقد مع بعضياتنا. دابا شناهو هذا؟ اش ماشي الظلم؟ راه ظلم هذا. دير كروسة وراضي على القاهرة وبنادم تابعك. كيحيد فيك حيد يديو لك السلعه غدا تجي السلعه يديو لك وديروا حل. الرساله اللي كتوجهوها الرساله وكنوجهوها الله ومحمد السادس ياخذ لنا الحق في هاد الناس. خويا سي ادريس كنشكرك على هاد التغطيه اللي درتي اليوم، وكنشكر سعاده القايده اللي ديما ملي جات ملي بدات هنا معنا في هاد الملحقه وهي خدامه معنا صراحه كنشكرها من هذا المنبر. وبالنسبه للعمليه يعني الحمد لله والله الحمد لله. وبالنسبه للملك العمومي راه كنشوفها يوميا والله لا يوميا كتدخل يوميا كتدخل وكتصور الاعوان ديالها. كنشكرها من هذا المنبر وكنشكر الاخوان التجار على المساعده ديالهم والتفاعل ديالهم معنا. سي قرده بغيت نسولك واحد السؤال، يعني كونكم انكم فاعل جمعوي مرحبا وكتنشط في مدينه المحمديه وكيهمك الشان المحلي مرحبا قد ما كيهمك حتى المجتمع المدني في مدينه المحمديه، كنلاحظوا على ان تواجد ما يسمى بسوق نموذجي بالقرب من لابيطا وكذلك في مكان فين كان شانتي الجموع مرحبا يعني ما تمش الاستغلال ديالو مده ديال عامين وصافي. يعني هذا اشكال خويا سي ادريس، هذا اشكال ملي تنزل هذاك السوق النموذجي وحنا ديما في مشاكل مشاكل مشاكل، ولكن ما بغاش يتحل السبب ما عرفناش شنو هو. لا دابا حتى هذاك الوعاء محطوط تما محصور عليه من المال العام وباقي لحد الساعه ما عرفناش واش رايق بعدا كاع. ما عرفناش واش غيبقى ولا ما غيبقاش، دابا الاشكال اللي كاين اللي مطروح والله ما عرفنا. دابا هو مسدود، مسدود دابا مسدود بدون نتيجه. هذاك لو كان انه تم الاستغلال ديالو ما لقاوش هاد الباعه المتجوله صراحه. كلام معقول اخويا سي ادريس، كلام معقول، لان يكون كان حلو هذاك غتنقص علينا شويه من الباعه المتجولين، ما لقاونش دايرين بالسوق. دابا حنا كنعيشوا هاد حل من الحلول يعني باش تعطينا شويه من المتنفس والشوارع والازقه ديال مدينه المحمديه اللي ولات معروفه ماشي باعه متزولين، لان البائع المتزول هو اللي كيمر على الدرب جوج دقائق ثلاث دقائق كاع 10 دقائق وكيمشي بحاله. هادو دابا باعه رسميين بحال هذاك المقر بحال صوبوه لي ما تماك صراحه، ولكن راه ما لقاوش البديل. شكون داروا لي ما كتحل هذاك كما نقولوا المركب تاع التجار، كون تحل كره تحل بزاف المشاكل يعني غيكون هو هو باقي مشكل خطير هو هذا الشيء. لا تحل غتحل لنا بزاف الامور مشاكل. كاين دابا كاين ثاني مشكل تاع التاجر، ثاني مشكل تاع التاجر الضو داير كاين شي وحدين كياخذوا منه الضو صراحه. هذا الشيء هو الاشكال اللي كاين دابا اللي باقي ما تطرقناش ليه. اصلاحات وكذا وهذه الى اخره تبقاو في اشكال. كاين دابا المشكل الاصلاحات راه غاده سعادة القايدة بدورها خدامة معنا الله يجزيها بها خير. كنشكروها، كنشكروا الإخوان القوات المساعدة وكلهم كنشكرهم على هذا التفاعل هذا الشيء. نتمناو فعلا سي قردة وكنشكرك بزاف على مرحبا خويا مرحبا، وكنشكرك على أنك منحتينا هذه الفرصة أننا نتحدثوا معك فاعل جمعوي وكأحد الباعة المتواجدين داخل السوق. شكرا لكم وحنا دائما في مواكبة
ديال عمليه ديال تحرير الملك العمومي برفقه السيده قائده ديال المقاطعه الثانيه بالعاليه المحمديه، وكتواجدوا حاليا داخل السوق البلدي اللي هو القلب النابض للتجارة بمدينة المحمدية. السيدة القائدة في إطار هذه العملية هذه كتجول داخل السوق، يعني كما سمعتوا من أحد التجار على أن السيدة القائدة يوميا كتواجد بالسوق، يعني الهم الشاغل ديالها هو توفير الراحة للباعة وتوفير الراحة للساكنة ديال مدينة المحمدية.